صحفي المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي السيد حسين الوائلي. أهلا بك سيد حسين معنا على سكاي نيوز عربية. إذن سيد حسين، هجوم نيس فتح الباب يعني بشكل أكبر على طبيعة هذا الإرهاب، الإيديولوجية الإرهابية الموجودة في فرنسا والعابرة للقارات أيضا، إلى أي مدى هذا يعتبر خطر الآن ليس فقط في فرنسا ولكن على عموم الاتحاد الأوروبي؟ بالحقيقة هو خطر يعني منذ هجمة باريس وهجمة بروكسل، لكن المتغير الوحيد في هذا الموضوع أنا في رأيي الشخصي أنه الآن تم تعريف الإرهاب المرتبط بمجموعة من الحركات التي تنشط على الساحة الأوروبية والتي تركت بسبب القوانين وبسبب قضايا حقوق إنسان وغيرها، وبالتالي يبدو لي بأنه هناك الآن تعريف جديد وهناك تضييق الخناق على تمويل هؤلاء المؤسساتيين الذين يشتغلون بغطاء غير مناسب وكذلك بغطاء كان معروف، لكن الآن هناك حتمية جديدة أنا في رأيي الشخصي على المستوى الفرنسي وكذلك على المستوى الأوروبي بأنه سيكون يعني الفقرة النهائية إنجاز القول لهذا المسلسل الذي بدأ منذ عام 2015 تقريبا، منذ بدء هجمة بروكسل وباريس هنا المرتبطة بجماعة الإسلام السياسي، بجماعة مجموعات إسلامية تنتشر على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك على المستوى الأوروبي. طيب، لكن سيد حسين يعني أيضا ما يحدث الآن يأتي في وقت مرتبط قليلا، هناك موضوع الرسوم المسيئة، هناك حديث الرئيس ماكرون، هناك أيضا يعني ابتعاد من الرئيس ماكرون مع الجالية المسلمة يعني المسلمين الفرنسيين، أيضا هناك توتر، إلى أي مدى هذا ينعكس على الأمرين؟ يعني بنهاية المطاف بأنه الخطاب الفرنسي هو خطاب فرنسي فرنسي ليس خطاب فرنسي دولي، وبالتالي ماكرون أراد أن يقنع المجتمع الفرنسي بأنه هو يحمي حرية التعبير وكذلك حرية الصحافة في نفس الوقت، لكن مع ذلك هناك جدلية في داخل الفرنسي يقول بأنه حرية التعبير أن لا يزدري من الأديان، لا يزدري من يعني هناك حقيقة مجموعة من البوليميك كما يقال باللغة الفرنسية أو الإشكالية الجدلية التي هي تتحدث عن إلى أي مدى أن يجتاز حرية التعبير أو لا، لكن مع ذلك هناك خطاب سياسي فرنسي آخر متمثل ب إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي قال بأنه المسلمون هم جزء لا يتجزأ من الثقافة الأوروبية والثقافة الفرنسية وهم طيب. جزء لا يتجزأ من الأمة الفرنسية بشكل كامل. طيب سيد حسين، ونحن نشاهد الآن هذه الصور المباشرة التي تأتينا من أمام كنيسة نوتردام في نيس، هذه الكنيسة التي تم طبعا استهدافها من قبل مهاجم وقع مجموعة من القتلى في هجوم إرهابي بالأمس رأيناه وتم نقله بشكل مباشر. إذن يتم الآن وضع أكاليل الزهور وبعض طبعا الذكريات التي يحاول الناس فيها درء مفاتن هذا الإرهاب الذي كان في أحد أهم دور العبادة في نوتردام في نيس وهي كنيسة نوتردام. أعود إلى السيد حسين الوائلي. سيد حسين، يعني ونحن نشاهد هذه الصور، ما انطباعاتك هنا؟ حقيقة الكثير من التساؤلات تأتي حتى للمسلمين نفسهم، يعني كيف يقوم شخص محسوب على المسلمين يبلغ من العمر 21 عام في فعل مثل هذا الأمر الشنيع؟ يعني هو أمر غريب علينا نحن، فكيف ينظر إليه المجتمع الفرنسي أو الأوروبي؟ والله هي هذه مشكلة كبيرة جدا حقيقة في الجيل الثاني، الجيل الثاني لم يتأقلم وهناك أخطاء أيضا في السياسة أو الاستراتيجية الأوروبية وكذلك الاستراتيجية الفرنسية التي لم تحتوي هؤلاء، يعني تركتهم في أماكن. أولا على سبيل المثال إذا تحدثنا عن فرنسا، تركوا في مناطق ما يسمى بالبونليو أو الأحياء أو الضواحي، وبالتالي أقصوا وهمشوا أيضا في نفس الوقت، وهذه النتيجة حقيقة للتهميش الذي عانى منه أغلب المسلمين هنا في أوروبا. لكن مع ذلك هناك أيضا ظواهر حقيقة
ظواهر اجتماعية مورست أيضا على الجالية المسلمة هنا فيما يتعلق بقضية الحجاب، قضية الاندماج المسلمين في أماكن العمل، الإقصاء في العمل، هذه كلها حقيقة ظواهر وبرزت وبدأ هناك حالة من التهميش. هنا نتحدث عن مقاربة مخالفة ومغايرة تماما عما نتحدث عنه، أنه التعبئة الأيديولوجية الإسلاموية المرتبطة بخلفية سياسية التي تريد حقيقة أن تأخذ يعني الطابع البراغماتيك إن جاز القول. هنا نتحدث عن أنه هناك الكثير من الدول تريد أن تستفيد من المسلمين الذين يقطنون في أوروبا بخلفية سياسية. هذه تعبئة مواقع التواصل الاجتماعي، تعبئة التلفزيونات أيضا في هذا القطاع. طيب سيد حسين، أيضا هناك أسئلة طرحت حقيقة، يعني كيف يترك هذا الشاب المهاجر إلى دخول فرنسا بدون أي يعني معرفة خلفيته، ماذا كان يفعل، ماذا يحمل في فكرة، يعني حتى الدول الإسلامية تفعل ذلك، يعني لماذا الدولة متقدمة مثل فرنسا تهمل مثل هذا الأمر؟ وهناك أشكال عديدة، حتى أنت كسائح تشاهد مثل هذا الأمر، ألا يعتبر هذا التساهل سيد حسين؟ هذا ليس تساهل، هذا جزء من الفاهمة الأوروبية التي نتحدث عنها فيما يتعلق بفيزا شنغن وكذلك العبور وبدون حدود. هنا الاتحاد الأوروبي يضع مجموعة من الضوابط وبالتالي عدم وجود حدود ما بين دول أوروبية، لكن الإشكالية الأساسية التي تواجهها أوروبا وكذلك فرنسا أعتقد هو باتجاه العبور، عبور البحار وكذلك الهجرة التي لم تتفق أوروبا على استراتيجية واحدة حقيقة، وبالتالي إذا وصلوا إلى الجغرافيا الأوروبية متاح لهم التنقل. يعني منذ عام 2015 حتى الآن تم تضييق الخناق على التنقل بحرية لبعض الأشخاص وبعض التجار البشر، لكن الآن أعتقد بأنه هناك رؤية أوروبية تريد حقيقة تضييق الخناق أو على الأقل سد هذه الثغرة. التنقل هو حرية للمواطن الأوروبي، وبالتالي هناك أيضا إشكالية جديدة تواجهها المؤسسة الأوروبية والمفوضية الأوروبية، هي أنه أن يكون هناك سد لهذه الحدود. إذا كان سد هناك للحدود أعتقد بأنه سينتفي واحد من أهم المعايير الأوروبية التي رسمتها المؤسسة الأوروبية في عام 1952. نعم، إذا كان معي من بروكسل الصحفي المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي سيد حسين الوائلي، شكرا جزيلا لك.